مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية النهاردة من برنامجكم الأهلي الليلة، وبالتأكيد فقرة مختلفة في تفاصيلها لأن النهاردة معانا ضيف استثنائي، شخصية رياضية مهمة جدا، المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في منطقة الشرق الأوسط. باشمهندس أيمن برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في هذه الفقرة المهمة جدا. أهلا بحضرتك. في البداية برحب بيك، وعندنا حدث مهم جدا خلال الفترة القادمة تحديدا في مارس عام 2019، استضافة أبو ظبي للألعاب العالمية، وحضرتك كان ليك دور كبير جدا في هذا الملف. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن الناس كلها بتحصل لها نوع من أنواع اللبس شوية في حتة الإعاقة، فأنا بحب دايما أوضح في البداية اللجان الأولمبية الدولية هي عبارة عن ثلاث لجان: لجنة خاصة بالأولمبية الدولية الخاصة بغير المعاقين أو بالأسوياء حسب ما بيسموهم، اللجنة البارالمبية وهي خاصة بالمعاقين حركيا وبها بعض الإليت للإعاقة الذهنية، إحنا المختصين اللي هو الأولمبياد الخاص مختص بالإعاقة الفكرية. وطبعا إحنا عندنا عارفين كلنا الإعاقة الفكرية دي بتنقسم إلى أنواع، منها من هو بطيء التعلم، منها من عنده توحد، منه برضو الداون سيندروم متلازمة الداون، ففي أنواع مختلفة من الإعاقة الفكرية، إحنا مختصين بالإعاقة الفكرية. طبعا الأولمبياد الخاص الدولي أنشئ سنة 68، يمكن إحنا المفروض السنة دي بنحتفل بمرور 50 عام على إنشاء الأولمبياد الخاص الدولي. حظنا حلو إن في خلال السنة دي، لأن هو هنحتفل من 20 يوليو إلى 20 يوليو العام القادم، ان احنا المنطقة عندنا ولأول مرة في تاريخ المنطقة ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية ايا كان نوعها، لان دي اول ألعاب عالمية أولمبية من اي نوع بتقام في الشرق الأوسط اللي هتقام ان شاء الله مارس الجاي في أبو ظبي. طيب ابدا الخوض في تفاصيل كل هذه الموضوعات والأولمبيات او الألعاب العالمية اللي هتضيفها ان شاء الله أبو ظبي لأصحاب الهمم كما يطلقون عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة. هنخش شويه في اجواء مباراه الاهلي والترجي واحداث نهائي افريقيا. معانا في او تقرير صوتي مهم جدا للنجمه الخمسه عام 2006 دوري ابطال افريقيا، الاهلي استطاع ان يفوز بهذه البطوله من قلب العاصمه التونسيه تونس في ملعب رادس. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل حديث مع ضيفنا المهندس ايمن عبد الوهاب. لم تكن نتائج النادي الأهلي مرضية في أول مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2005، لهذا كانت الدوافع كبيرة للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2006 للعودة لليابان ورسم صورة جديدة تمحو آثار أول مشاركة. بدأ الأهلي مشواره في دوري الأبطال بالفوز ذهابا وإيابا على توسكر الكيني، فهزمه بهدفين في نيروبي وبثلاثية في القاهرة، صعد لدور 16 ليلاقي ريناس مينتو. في غينيا الاستوائية انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الأهلي في القاهرة برباعية نظيفة. في دوري المجموعات كانت البداية مع صفاقس التونسي، خسر الأهلي في صفاقس بهدف نظيف، ثم تقابل مع شبيبة القبائل الجزائري وفاز بهدفين، ثم تعادل سلبا في كوماسي مع كوتوكو. في القاهرة فاز الأهلي على كوتوكو بأربعة أهداف نظيفة. ثاني أسامة أبو تريكة خده حلوة، أبو تريكة بيعدي وبيلعب على من بيش وعطيه قول يلا قول يلا. بعدها فاز في القاهرة على صفاقس بهدفين لهدف وحيد. الهدف الأول للأهلي المصري كورة من محمد بوتريكا بالفعل كانت في مسافة ضربة جزاء، قبل أن يتعادل في الجزائر مع شبيبة القبائل بهدفين لكل فريق. ضرب الأهلي في النصف النهائي موعدا مع أسك أبيجان القاهرة بهدفين للا شيء، وخسر في أبيجان بهدف مقابل هدفين، وصعد للمباراة النهائية ليقابل صفاقس مرة أخرى. كانت مباراة الذهاب في القاهرة عصيبة، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. ذهب الأهلي إلى تونس يبغي التعويض، فالتعادل السلبي يحسم البطولة لمنافسه. يا ولد يا ولد،
مر وقت المباراة ثقيلا وسط أداء ولا أروع من النادي الأهلي حاصر فيه الصفاقسي أضاع أهدافا مؤكدة. انتهى الوقت الأصلي للمباراة، خيمت أجواء خسارة البطولة على الجميع. لكن الأهلي كعادته لا يعرف المستحيل ليحرز هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليحسم به البطولة، ليعود الفريق لليابان وليلعب بطولة تاريخية فاز في نهايتها بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، ليفوز نجمه محمد أبو تريكة بلقب هداف البطولة. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 8 مباريات، تعادل في 4 مباريات، خسر مبارتين، أحرز لاعبه 24 هدف وسكن الشباك 7 أهداف. كان محمد أبو تريكة هداف البطولة برصيد 8 أهداف، يليه عماد متعب ب5 أهداف. أهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير اللي بيدعونا دايما للتفاؤل والثقة بإذن الله قبل نهائي إفريقيا يوم الجمعة القادم على استاد رادس، نهائي الأهلي والترجي، مباراة هامة جدا بإذن الله في مشوار البطولات الأفريقية، ونهائي إن شاء الله الأهلي يتوج على عرش القارة الأفريقية للمرة 9 إن شاء الله كدوري أبطال إفريقيا. مهندس أمين عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبيات الخاص، أولا حضرتك اندمجت قوي مع التقرير طبعا لأنه بص بقى، ما دي عندي حتتين، انا رئيس اقليمي ل 23 دولة منهم مصر وتونس، تمام، وفي نفس الوقت انا برضو في داخل مصر المفروض رئيس اقليمي ما بقاش اهلاوي ولا زملكاوي، انما برضو العاطفة بتغلب يعني الواحد اهلاوي، طب هتعمل ايه يعني؟ فلا الاهلي طبعا يعني كثير ليا، وفي نفس الوقت انا حريص جدا على ان شاء الله العلاقة ما بين مصر وتونس في هذه المباراة، تمام، ويمكن ناس كتير بتحاول تعمل مشاكل من قبل ما نروح، لا عايزين ان شاء الله يبقى اكثر ذكاء، اللاعبين في الفرقتين يبقوا اكثر ذكاء يستوعبوا الموضوع وفعلا يتلعب ماتش الناس تتفرج عليه تبقى سعيده بيه، وما تنساش بقى حضرتك ان هم رايحين ابو ظبي برضه في كاس العالم للانديه بالظبط، فيعني في ديسمبر ان شاء الله هيبقى في ابو ظبي. الفرصه دي انا بتكلم مع حضرتك حتى قريب الصله اكتر كمان من الاهلي او في موضوع كره القدم، يمكن حضرتك ليك صداقات شخصيه مع اعضاء مجلس اداره كثيرين داخل النادي الاهلي، طبعا منهم حتى الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس الاداره، طبعا طبعا الخطيب حبيبي ودرندلي وخالد مرتجي ويعني وعمري فاروق، يعني كلهم بصراحه مع حفظ الالقاب يعني كلهم ناس جميله جدا يعني. اكيد، لكن ان شاء الله متفائلين وان شاء الله تكون مباراه كبيره ان شاء الله يوم الجمعه القادم. انا متوقع انها ان شاء الله هيبقى يعني تونس ومصر هياخدوا بالهم من الموضوع ده وهيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. العلاقات اقوى من مباراه كره قدم بالظبط كده، لانه فعلا الناس بتحاول تشد، هي يعني برضو التواصل الاجتماعي ده بيصعب الامور، الناس بتحاول تشد الموضوع الى حته ثانيه خالص، لا ان شاء الله هتتغلب، وبعدين عندنا سفير محترم جدا هناك السفير نبيل حبشي، وده زميل يعني عزيز، صديق عزيز يعني من زمان واحنا صغيرين، يعني راجل ان شاء الله يستوعب الامر بطريقه محترفه يعني ان شاء الله، وليه دور كبير جدا السفير المصري في تونس بالفعل حتى في الايام القليله الماضيه حتى في اتصالاته مع الاعلام التونسي قبل هذه المباراه. والله انا متابعه السفير نبيل حبشي لانه كان برضه خدم في لبنان قبل كده وكان عندنا بطولات في لبنان، يعني لا هو من الناس فعلا الجيده جدا في الخارجيه المصريه. طيب حضرتك من الشخصيات الرياضيه الاستثنائيه، ليه بقول استثنائيه؟ لانك رئيس اقليمي للاولمبيات الخاص في الشرق الاوسط، يمكن الشيء الجيد ان اتجدد لك لاربع دورات متتاليه، اللجنه الاولمبيه الدوليه كرامتك على الدور اللي قمت بيه في النهوض وتطور اكبر حركه انسانيه، يمكن الحركه الرياضيه في الاولمبيات الخاص هي حركه رياضيه انسانيه فيها تفاصيل ممكن تقال في بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، لكن النقله الكبرى اللي بنتكلم فيها في انشطه الاولمبيات الخاص في المنطقه من ضمن 23 دوله تحت مظله الاولمبيات الخاص اللي هو 174 دوله، بتشتغلوا ازاي على الفكره ديت؟
والله هو حضرتك طبعا يعني دي حقيقه فعلا. انا ليا الشرف ان انا الرئيس الاقليمي يمكن الوحيد دلوقتي اللي بقالي 4 دورات متتاليه، وطبعا حضرتك عارف ده يعني ما فيهوش مجامله، المناصب الدوليه دي ما بيبقاش فيها مجامله، بيبقى فعلا نتيجه شغل وعمل. احنا مرينا بظروف صعبه جدا في المنطقه، يمكن 2011 حضرتك طبعا عارف اللي حصل، كان لازم نتجاوب مع الوضع ده، وما كناش اولويه خالص في اي دوله من الدول. رجعنا تاني أولوية بدليل إن إحنا زي ما بقول لحضرتك بنروح الألعاب العالمية في أحدى دول الشرق الأوسط مع ظروف، يمكن الرئيس لسه كان بيتكلم عليها امبارح، ظروف المنطقة سيئة للغاية. يعني حضرتك لو بصيت النهاردة يمكن أنا عندي 23 دولة نقدر نقول نصهم بس ستيبل، يعني نصهم فيهم حالة ثبات يعني، انما الباقي كله ظروفه يعني صعبه جدا. يعني حضرتك اليمن، سوريا، مش عايز اسمي دول بالاسم بس دي حقيقه الوضع صعب جدا. فطبعا الاولمبياد الخاص لما بدانا سنه 2001 وده كان اول بدايتي بهذا النشاط فيه على مستوى الدولي، كنا عندنا 20,000 لاعب ولاعيبه مسجلين من يمكن 12-13 دوله. دلوقتي احنا عندنا 170,000 لاعب مسجل من 23 دولة. يمكن برضو حاجة مهمة جدا ان البرنامج المصري كان قائد في هذا المجال من اول يوم، وبدليل على ذلك ان لما ابتدينا المنطقة كانوا 15,000 من 20,000 من مصر، النهاردة بس 25-30,000 من 170 من مصر. فده يدل برضو ان الناس خدت التجربة المصرية وقررتها في بعض هذه الدول، وبالتالي زاد عدد اللاعبين فيها. مش هنقدر نقول ان احنا نجحنا يعني خلاص وصلنا اللي احنا عايزينه، لا، الطريق لسه طويل جدا، لان بنتكلم على 3%. يمكن حتى الرئيس قالها في المؤتمر الشهر اللي فات، كان مؤتمر التعليم وكانوا عاملينه للاعاقه، الرئيس قالها وانا بحب اقولها دايما في كل حته، ان احنا بنتكلم على 3% من اي شعب او من اي دوله عندهم اعاقه فكريه، ويمكن توصل ل 10-15% بالاعاقه الحركيه. انما لو خلينا ركزنا على الاعاقه الفكريه اللي هي تهمنا احنا كجهه دوليه، احنا عندنا النهارده من الشعب المصري تقريبا 3 مليون. طيب 3 مليون دول يمكن الرئيس قالها برضو بنفس الصوره تقريبا، ما فيش 10 مهتمين بال 3 مليون دول، اب وام واخ واخت طيب يبقى احنا بنتكلم على 30% من يعني قضيه بتهم 30% من اي دوله. يعني تلت اي دوله القضيه بتهمها. اكيد. سواء كانت اعاقه فكرية لوحدها أو إعاقة حركية كمان دخل معاهم مش هتبقى أقل من 50%. فعندما يعني نقول والله إحنا بنتجه إلى أدريسنج، أو بمعنى أصح بنقول إن إحنا بنوجه الرسالة للناس بخصوص هذا الموضوع، هو يستحق. مش عشان وبعدين الريسبونسرز النهاردة الرعاة ابتدوا يفهموا القصة، إنك أنت النهاردة هو معاق فكريا ماشي انا معاك، ما هواش مؤثر قوي في عمليه البيع والشراء، لانه مش هو اللي بيشتري ومش هو اللي بيبيع، يعني السبونسر بيبص لها من ناحيه تجاريه، بيبص لها من ناحيه عدد الناس اللي حوالين الولد ده بالظبط، فهو بيعتبرها برضو تسويق له. فانت بتتكلم على، انا بقول اتليست يعني تلت اي دوله مهتمه بهذه القضيه. طب هل النهارده عندنا تلت اي دوله بتشجع لعبه معينه، بتشجع رياضه معينه، بتشجع نادي معين؟ صح، صعب ان تلت دوله يكون بيشجع رياضه معينه كلهم بيحبوا كره القدم. لا، هتلاقي مثلا شويه بيحبوا كره القدم، شويه بيحبوا كره اليد. فانما دي بالذات بقى هذا الموضوع بالذات كل الناس متفق عليه، محدش يعني بيقول والله فيش اختلاف، انا بالظبط انا مش هحب دول او مش مؤثرين معايا. لا، اي حد فينا بيسمع القصه او بيعرفها بيتاثر بيها، بيتاثر بيندمج معاها بالظبط. فاحنا النهارده برضو عشان خاطر في اولياء امور كتير بتتخيل ان احنا عايزين الميداليه او بنجري ورا الميداليه او الميداليه، هم بيجيبوا ميداليات، يعني انا مش عايز اقول احسن من اي حد تاني، مش يعني احسن من الاسواق، احسن ده حقيقي، ده واقع بيحصل، لان هم بيبقى عندهم نوع من انواع الاصرار كمان داخلهم، وبعدين ما بيضيعوش وقت في حاجه خالص، هو ما عندوش غير التدريب بتاعه والماتش بتاعه، فما عندوش اي اهتمام اخر يعني، فبيحققوا ميداليات ولكن مش هي الاساس. انا بقول الميداليه هي وسيله لدمج الاولاد والبنات من هذه الفئه في المجتمع. طيب. يبقى انا النهارده اثبتت للمجتمع ان البنت دي او الولد ده قادرين على انجاز شيء، وخلينا نبص على الناحيه البوزيتيف
هو يقدر يعمل ايه، مش نقول والله هو معاق فما بيقدرش يعمل كذا، لا احنا عايزين نشوف الجزء اللي يقدر يعمله، فبنقدر نثبت الحته دي. طيب حركه الاولمبيات الخاص، نشاه هذه الحركه بدات من امتى واشتغلوا عليها ازاي؟ هي ابتدت بفكره بسيطه جدا، اخت جون كينيدي عندهم اخت معاقه فكريا، فابتدت النهارده منعزله عن بقيه الاخوات، وطبعا انت عارف عيله كينيدي دي كانت عيله غنيه جدا، وجون كينيدي ده ابوه الاب جوزيف كينيدي كان غني جدا من اغنياء امريكا، وهو كان رئيس الجمهوريه. مظبوط. هي كانت النهارده شوف على مستوى ايه؟ مستوى الامريكان ومستوى عائله رئيس الجمهوريه. ومستبعده البنت وما لهاش وضع خالص في الاسره، والا ان اكتشفت اختها اللي هي اسمها يونس ابتدت تلعبهم رياضه، لان حست ان هم عندهم طاقه، وهي فعلا حاجه لوجيك. هم النهارده يعني احنا بنقول ايه؟ في فرق بين العاقه الفكريه وفي فرق بين ان انا اكون محتاج ان انا اروح مستشفى العباسيه مثلا. في فرق كبير. في اختلاف في المعنى كمان وفي التفصيل. بالظبط، يعني النهارده انا هل انا يعني خارج نطاق العقل تماما فانا مجنون، ولا انا عندي اعاقه فكريه فقط؟ لا انا عندي اعاقه فكريه فقط. مانيش مجنون، لان لو مجنون هروح اقعد في مستشفى، دي قصه ثانيه. انما انا بتكلم عندي اعاقه فكريه فقط. طيب انا لو انا عندي اعاقه فكريه فقط، يبقى انا معنى كده ان انا ما بستخدمش المخ او التفكير كما يجب او كما اي انسان اخر طبيعي بيعمله. مظبوط. فبالتالي عندي دائما طاقه مخزنه في الجسم ما بتخرجش غير لما ابتدي اتحرك، لان ما بستخدمهاش في التفكير. احنا كلنا بنقعد لغايه الساعه 2 الظهر ونبتدي نجوع الساعه 2 الظهر ونقول عايزين نتغدى واحنا قاعدين على الكرسي، ما احنا قاعدين على الكرسي متطلبات الحياه بقى بتبدا. بالظبط، بنقعد نفكر. هو ما بيفكرش بنفس الكميه اللي المفروض يفكر بيها، وبالتالي بتحصل ايه؟ بيحصل انه هو عنده طاقه زياده مش عارف يستخدمها صح. انت وجهتها له صح، الست دي وجهتها له صح، وفضلت 20 سنه تشتغل على اعتراف اللجنه الاولمبيه الدوليه. متى بقى تم اعتراف اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ 1988. 1988 تم توقيع بين شرايفر اللي هو رئيس الاولمبيات الخاص وسمرانش في ذلك الوقت كان رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. بس خدت وقت على ما تم الاعتراف بيها؟ 20 سنه. 20 سنه؟ 20 سنه بتحاول الست النهارده تقنع الناس ان المعاقين فكريا دول من حقهم يكون لهم لجنه اولمبيه، ومن حقهم يكون لهم العاب اولمبيه زي بقيه الناس. انما نجحت. بدليل حضرتك يوم ما هي ابتدت، يعني انا دايما بقول التعليق ده، دوله ونص مشاركه في شيكاغو سنه 68 في اول العاب عالميه. دوله ونص بس. اللي هم مين؟ كندا و26 ولايه فقط من امريكا. في نص البلد، نص الولايات. خلاص احنا رايحين ان شاء الله ابو ظبي 195 دوله هتشارك، لان ابو ظبي كمان عاملين مفاجاه ان هم مستضيفين حوالي يمكن 22 دوله زياده عن اللي احنا دايما بيشاركوا لاول مره. فال 174 دوله اللي هم دايما يكونوا مشاركين هيبقوا 195 في ابو ظبي. في اهتمام في ابو ظبي تحديدا في الملف ده؟ من واحد ونص دوله الى 195 دوله هيشاركوا. من حوالي يمكن ثلاث رياضات بتقام كانت في اول العاب عالميه، النهارده عندنا 24 رياضه صيفيه. بقى عندنا العاب عالميه صيفيه والعاب عالميه شتويه، يعني احنا 2017 كنا في النمسا. 2019 ابو ظبي العاب صيفيه. فيعني الموضوع كبر جدا. احنا بقى احنا كمان كاقليم يمكن من الاقاليم المميزه في هذا المجال، والله مش عشان انا رئيسه يعني ولا حاجه، انما دي حقيقه. احنا عملنا اخر العاب اقليميه التاسعه في 2018 من ساعه ما ابتدينا الشغل بتاعنا. فمعنى ذلك برضو ان احنا كالعاب اقليميه بنعملها بصفه دوريه وليكوا نشاط مستمر. وحضرتك 2014 عشان تبقى عارف كانت اول حدث رياضي، يعني بعد ست اشهر من تولي رئاسه الجمهوريه الرئيس السيسي كان اول حدث رياضي يحضره، كان افتتاح الالعاب الاقليميه في مصر. مظبوط. فبالظبط كده. فدي النهارده برضو رساله ان احنا يعني كل قيادات المنطقه مجمعه على هذا النشاط. محدش بيقول والله اصل ده النشاط ده كان بتاع فلان، او النشاط ده كان مهتم بيه فلان فانا مش ههتم بيه. لا، الفكره موجوده. بالظبط كده. كله مؤمن بالقضيه وكله بيدي لها وقته وكله بيدي لها اهتمام. ويمكن زي ما بقول لك بقت الناس مذهوله، يقول لك الرئيس هيجي يحضر فعلا هيجي يحضر في ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد. يعني ابتدينا
المنطقة تتغير فعلا في 18 سنة. وأنا بقول يعني أكبر إنجاز إن إحنا وصلنا بكل هذا النشاط إلى 2019. المسمى حضرتك بتكلم فيه أصحاب الهمم، بما إنك ذكرت الشيخ محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة وإطلاق أصحاب الهمم عليهم هناك. أيوة. المعنى ليه تفسير كبير جدا. هي بقى بالظبط ما سميناها people of determination. هي طبعا الأولمبياد الخاص زي ما بقول إيه، أو حتى يمكن لو رحنا للأمم المتحدة، الأمم المتحدة اتفقت على اتفاقية دولية بتسمي المعاق معاق أو بتسمي الإعاقة إعاقة. ليه؟ عشان نوضح وما يحصلش لبس، ما يكتبش ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه بيقول لك إحنا النهارده لو ذوي احتياجات خاصة إحنا كلنا ذوي احتياجات خاصة. صح؟ يعني كل واحد فينا عنده مشكلة. يعني أنا وزني الزايد سنة ده ذوي احتياجات خاصة. صح؟ يديك الصحة. لا أنا بقول لك حقيقة، يعني فذوي احتياجات خاصة دي مش كلير، مش واضحة. مش واضحة. فبيقولوا الإعاقة. إنما طبعًا في مبادرات زي اللي عملوها في الإمارات، حتة إن أنا أسميهم أصحاب الهمم. ايه المانع؟ يعني داخل الدوله بسميهم اصحاب الهمم، ولما بخرج خارج الدوله في مراسلات دوليه بقولوا المعاقين طبقا للاتفاقيه الدوليه. انما طبعا اسم جميل وعمل طفره في الامارات كبيره جدا، وبيدي ناحيه نفسيه كمان. الفكره بيدي ناحيه نفسيه مهمه جدا، يعني العمل النفسي في الاولمبياد الخاصه. هو بصراحه اللي ورا الاسم كان الشيخ محمد بن رشد اللي هو حاكم دبي. حاكم دبي يعني شوف برضو ايه، هو الشيخ محمد بن زايد بيستضيف الالعاب العالميه. شوف النهاردة استضافة الألعاب العالمية أثرت إزاي على تفكير دبي وخلته يغير برضو الاسم على مستوى الدولة، لأنه هو رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة. فالفكرة إيه؟ إن حضرتك زي ما نقول البداية دايما بتكون صعبة، وبالتالي ولكن بيجي وراها بعد كده التنفيذ والأفكار، وتكبر بطريقة حركة حتى إحنا ما بنبقاش متوقعين. عنصر السرعه اسرع من تتوقع ان هي ممكن لسه قدامنا سنه 2-10 بالظبط. الاستجابه السريعه، الاستجابه السريعه ده لا شك حضرتك. احنا لولا ما حدث في المنطقه 2011 والانهيار اللي حصل في بعض الدول دي كان زماننا بقينا حاجه ثانيه خالص. يعني يمكن كنا خدنا 2015 مثلا بدل ما خدنا 2019. يعني 2015 كانت في لوس انجلوس. يعني حضرتك برضو تخيل معايا ان احنا حاجه كانت موجوده في لوس انجلوس وقبليها كانت في اليونان وقبليها في الصين وقبليها في ايرلندا وجايه لك في الشرق الاوسط. يعني اول مره بعد الفتره اللي هي لفت الاماكن دي كلها، اول مره في تاريخ المنطقه. فيعني انجاز بكل المقاييس. يعني وانا بحيي عليه الشيخ محمد بن زايد بصراحه عشان نبقى منصفين، لانه دي رؤيه. ما هو كان ممكن واحد يتعرض عليه الملف او يتعرض عليه الفكره وما ينفذهاش. انما هو اول ما اتعرضت عليه الفكره وفعلا بصلها من ناحيه ازاي هتبقى مفيده للدوله كدوله الاول، لان كل واحد بيهمه دولته اجتماعيا داخل الدوله بالظبط، وتاثيرها على عمليه الدمج داخل الدوله، لان الناس كلها هتبتدي تطلع ولادها ومش هتتكسف. صح. الحاجه الثانيه برضو، ما هو العائد؟ لان برضو ان احنا مش بنحط فلوس ونرميها وخلاص، لا، ما هو العائد الاستثماري على هذا الموضوع؟ ما هو عائد الانساني على مستوى العالم ولا سياحي على ابو ظبي؟ بيستضيف عدد كبير من الدول. انت بتتكلم على 10,000 رايحين مبدئيا اللي هم البعثات الرسميه. 10,000. شوف بقى حضرتك لو راح معاهم بس 7-8 مع كل واحد، مع كل واحد 70,000. يعني حضرتك متخيل هيبقى الاوتيلات عامله ازاي والدوله عامله ازاي؟ ابو ظبي ما احناش بنتكلم مثلا على القاهره. يعني اختيار التوقيت مناسب كمان، مارس 2019 في شهر مارس، الجو هناك كمان هيبقى حلو جدا. ما كل ده تم اختياره بصراحه بعناية فائقه. وبعدين الالعاب الاقليميه لعبناها السنه دي في مارس برضه كتجربه للالعاب العالميه، للالعاب العالميه، ونجحت نجاح يعني يشهد له الجميع بصراحه. يعني طب ايه ابرز البطولات اللي بينظمها الاولمبياد الخاص؟ زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا طبعا، احنا يعني برضه يمكن بنختلف شويه عن الاولمبيه. يمكن انا لما بقول لك الالعاب الاولمبيه تقول لي طب والالعاب الاولمبيه الجايه فين؟ لا انا ما بنبسطش قوي لما تسالني الالعاب السبيشال اولمبيكس الجايه فين؟ لا انا انبسط لو تقول لي ده انا عارف ان كنتوا بتشتغلوا كل يوم. وفعلا دي حقيقه. يعني احنا عندنا البرنامج بتاعنا يعتبر برنامج يومي للاعبين، بيؤدي الى بطوله جمهوريه او العاب وطنيه زي ما بيسموها، وبعدين بيؤدي الى العاب اقليميه والى الالعاب العالميه. انما شغال طول السنه بمنافسات حتى ما بين مدرستين، ما بين ناديين، يعني في مشاركه يوميه. وبالتالي الموضوع بتاعنا ما بنقدرش نقول ان هو حدث، لا احنا بنقول ان هو حركه.
حركة تامة على مدار العام. وعشان كده لو بصينا احنا معديين دلوقتي 100,000 مسابقة في العام الواحد على مستوى العالم. ويمكن واحد برضو من الناس اللي كتبوا تعليق جميل جدا قال لك الحركة التي لا يغيب عنها الشمس، لانه ودي حقيقة فعلا. احنا النهاردة واحنا في توقيت القاهرة، هم هناك في مثلا في امريكا في توقيت الصبح، الشرق الاسيا وابتدوا يبقى يبقوا بالليل وهيبقوا خلاص على مشارف الفجر، فعلى طول في نشاط. لو انت بصيت لها هتلاقي فيه على طول حدث بيقام للاولمبيات الخاص في دوله من هذه الدول. طيب دكتور تيموسيو شرايفر هو رئيس الاولمبيات الخاص، استراتيجيته في هذه المساله؟ والله هو تيم شرايفر دخل وقت ما انا دخلت، يعني هو بقى رئيس الاولمبيات الخاص الدولي لما انا بقيت رئيس اقليمي في نفس الوقت بالظبط. ويمكن دي برضو عامله نوع من انواع التفاهم الجيد جدا بيننا، ويمكن برضو بنحصل على دعمه جدا لانه حاسس احنا بنعمل ايه في المنطقه. تم عمل نقله نوعيه. نقله نوعيه ليه؟ لان لو قلنا النهارده الست ابتدت بان جي او يعني جمعيه اهليه وفضلت 20 سنه لما جابت اعتراف اللجنه الاولمبيه الدوليه واصبحت كيان معترف بيه على مستوى العالم وبقى فيه العاب عالميه، هو جه راح جايب شركه عالميه، طبعا مش هقدر اقول الاسماء عشان ما تبقاش اعلان يعني، انما جاب شركه عالميه من اكبر الشركات، ويمكن تكلفه الدراسه اللي هي عملتها حوالي 6 مليون دولار وعملتها بلا مقابل على اساس ان الموضوع انساني، وعمل تطوير في الحركه دي. ليه؟ لان كان المركز الرئيسي في واشنطن وبيشتغل مع العالم كله، المركز الرئيسي بيشتغل مع 170 دوله. لا، جه قسم العالم كله الى 7 اقاليم اللي هو امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، الشرق الاوسط، اوروبا، جنوب القاره الافريقيه، اسيا، ايست اسيا، افريقيا، او بيسموها افريقيا الوسطى يعني. افريقيا الوسطى بالظبط. فالسبع اقاليم دول اللي هو احنا واحد منهم اللي هو الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فالفكره بقت هنا ايه؟ اللي حضرتك عملته من ساعه ما ابتديت الحركه سنه 68 لسنه 2001 كنت وصلت المليون لاعب ولاعبه على مستوى العالم. اللي حصل من 2001 لغايه النهارده احنا وصلنا ل 6 مليون لاعب ولاعبه. 6 اضعاف. يعني بالظبط كده. يعني النجاح اللي انت عملته، انت تحولت الواحد مليون اللي عملته على مدار ما يقرب من حوالي حاجة و30 عام الى في خلال فقط 18 عام او 17 عام عملت 5 مليون او 5 مرات قدو. فلا هو فعلا صاحب استراتيجية وصاحب وتعامل مع الموضوع بصراحة، يعني يمكن الناس بتتخض شوية لما نقول كده، بس هو تعامل مع الموضوع كأنه بيزنس وكأن المنتج بتاعنا هو اللعب. وبقى طبق عليه جميع نظريات البيزنس اللي في الدنيا اللي بتطبقها شركات مثلا المحمول، واللي بتطبقها شركات التلفزيونات، يعني مش عايز اقول اسماء يعني عشان ما نبقاش، شركات مثلا زي السوفت درينكس المياه الغازيه بيطبقوا استراتيجيات وبلان وخمس سنين. وده الحقيقه فعلا ان احنا عندنا خمس خطه خمسيه كل 5 سنين. نقدر نقول دي ابرز انجازات شرايفر؟ والله دي انا بقول يعني هو حط زي ما بنقول اللبنه الاولى وحط سيستم، والسيستم نجح، وان شاء الله بقى خلاص. يعني احنا برضه نفس الحكايه عندي في المنطقه، طب ما انا حطيت في المنطقه ذلك برضه، ونقول بقى ان شاء الله حد هيكمل بعد كده. يعني مش هنفضل برضه طول عمرنا ولا ايه؟ لا ازاي؟ بس طالما يعني في عطاء للمكان. لا ما هو برضه خد بالك النهارده الخطوره، الناس كلها ما تبقاش فاهمه الحته دي، الخطوره مش النجاح، الخطوره المحافظه على النجاح. المحافظه على النجاح والاستمراريه. بالظبط كده. فالنهارده الواحد ما يفرحش قوي انه يقعد كتير، لان المحافظه على النجاح اصعب بكتير قوي من النجاح نفسه. صح، الوصول للقمه وتسهل صعب، بس الحفاظ على الوصول للقمه بالظبط كده، انك تفضل محافظ عليه. فلازم يكون في سيستم قوي جدا، وده اللي احنا نجحنا ان احنا نعمله. وان شاء الله يجي بقى فريق برضه في يوم من الايام يكمل ايا كان الميعاد. انا وصلت اصلي لما يسعدني، يعني هتوصل لايه اكتر من انك منطقتك الشرق الاوسط اللي هي ما هياش على الخريطه الدوليه بالنسبه للالعاب الاولمبيه تستضيف العاب اولمبيه؟ طبعا دي يعني انا خلاص بالنسبه لي انا يعني ما هو هتعمل ايه تاني؟ دي حقيقه فعلا. ده انا سؤالي الجاي كان هل هناك افكار جديده؟ والله الافكار الجديده بقى هي اللي هتبقى اكتر تسويقيه عشان يقدر العدد يزيد، خد بالك، والاستمراريه. الاستمراريه مش هتتم غير لما يكون عندنا مبالغ محترمة جدا بتخش كل سنة من الرعاة بحيث انها تقدر تصرف على النشاط. فلو انا فعلا
هبقى متواجد لوضع خطة تسويقية مستمرة لأكبر عدد من السنوات الممكن. إنما مش هتبقى نجاح رياضي تاني، خلاص احنا جبنا ألعاب عالمية. انت عملت القاعدة سواء على مستوى اللاعبين او حتى على مستوى الرياضة. بالظبط، وجبنا ألعاب عالمية يعني خلاص صيفية صحيح، طبعا عمرك ما هتستضيف شتوية، ما عندناش في الشرق الاوسط مفيش التلج مش موجود يعني هو يا دوبك المغرب شوية ولبنان، وما تقدرش كمان تقول هيجي تلج ولا مش هيجي، هم بيحتفلوا بيه حسب جه ولا ما جاش. فما عندناش هذه الفرصة. انما بالنسبة للألعاب الصيفية لا، احنا نجحنا نجاح كبير جدا ان احنا نجيب هذه الألعاب. من ناحية رياضية كده أنا خيالي إن احنا وصلنا إلى القمة، نرجو بقى إن احنا نحافظ عليها، إنما عملية التسويق فعلا لسه محتاج عليها شغل الفترة الجاية. محتاجين عليها شغل جامد، لأن كمان المنافسة شديدة جدا. أنت بتنافس مين؟ احنا بننافس جهتين. اللي هما النهاردة مثلا لو قلنا اتحادات الكورة واتحادات كرة اليد واتحادات السلة من ناحية رياضية. تمام. صح؟ وبننافس من ناحية بقى الإنسانية. المنافسة صعبة قوي. الكانسر والكبد الوبائي الأمراض. طب ما انت النهاردة ما هو دول تحدي صعب قوي. فاحنا يعني احنا لا محصلين كده ولا احنا محصلين كده، فلازم النهاردة نحط استراتيجية تمشي مع نصها هنا ونصها هنا عشان نعرف نخش مع الناس دي. صح؟ عنكم بصراحة. لانها مش اولوية. يعني في ناس كتير هتقول لك والله طب الكانسر او السرطان اهم لانه علاج ومحتاج. لا، انا النهارده كمان بغير حياه بني ادم وبخليه انسان منتج وبيختلف في اسره، بدل ما كانت الاسره بتبقى تعاني من وجود هذا الشخص، لا بقت سعيده بوجود هذا الشخص، بتخلق عنده كمان دافع الحياه. بالظبط كده. فيعني احنا بنغير، انا دايما بقول وي ار تشينجينج ذا وورلد، يعني احنا بنغير العالم فعلا. بنغير الشخص نفسه، بغير اللي حواليه، بغير البوليسيز السياسات الدول، بنغير كل الكلام ده عشان تقدر تخلي هذا الشخص بقى انسان العقلية نفسها يعني في دمج في المجتمع. طيب الرياضات الرسميه اللي متصلة في الالعاب العالميه سواء الصيفيه او الشتويه؟ طبعا احنا عندنا حوالي يمكن 24 رياضه صيفيه و11 رياضه شتويه. ليه في تفاوت بين الصيفي او الشتوي؟ لانه الشتوي محدود نتيجه ان كله على التلج، يعني دي زي الالعاب حتى الاولمبيه، يعني انت حضرتك دايما نفس مساحه الالعاب. الالعاب الاولمبيه حتى لو مش صيفيه وشتويه بتلاقي تقريبا بيبقوا الشتويه تقريبا نص العدد بتاع الصيفيه، لانه الرياضات محدوده كلها تزحلق على الجليد. انما احنا عندنا مثلا الهوكي الارضي في الصالات المغطاه، ده برضو بيسهل الامور شويه ان احنا نقدر نشارك فيه، لان الولاد برضو مش واخدين على التلج. ولكن عملنا احنا برضو قصة جميلة جدا لما ابتدينا نشارك ازاي في الالعاب الشتوية. طبعا يمكن انا مهندس بالتعليم يعني، فضربت في دماغنا قلنا الله، طب ما الولاد دول لو تجريوا على الرمل والرمل احتكاكه اكبر 100% لما يجروا على التلج هيبقى اسهل. وفعلا ده اللي حصل. دربنا 4 دول بس وابتدينا بيهم في 2001 في ألاسكا. فانت متخيل مصر والكويت ولبنان والأردن في ألاسكا؟ طبيعة جغرافية مختلفة، حاجة مذهلة. والعيال نفسهم اللاعبين نفسهم ان هم يسافروا يعملوا هذا الكلام، المفاجأة ان هم شاركوا وخدوا الميداليات الذهب لانه كانوا متمرنين على الرمل. فابتدينا نعمم القصة لغاية آخر ألعاب عالمية شارك 17 دولة في النمسا من 23. فشوف 17 دولة من دول الحارة جدا بتشارك في ألعاب شتوية. فاحنا ما بنسكتش يعني، بنحاول بقدر الإمكان، بس طبعا صعب انك تستضيف ألعاب شتوية. طيب أجندة الأولمبيات الخاصة خلال الفترة القادمة ممكن تشهد رياضات جديدة؟ احنا في الـ 24 عشان نكون أمنا مع بعض عندنا حوالي 16 منهم فاعلين للمنطقة. بمعنى يعني اللي لهم فيهم مسابقات وفيهم ألعاب إقليمية وفيهم، إنما بقية الثمانية اللي هم الآخرين لسه لا، دول على مستوى العالم بس مش على مستوى المنطقة، مش على مستوى الإقليم. بالظبط كده. فحتى هتلاقينا احنا مش مشاركين في الثمانية اللي هم، يعني تلاقي الدول مثلا مشاركة في 16 مشاركة في 17 ما تقدرش تشارك في 24. تمام. يعني المنطقه اللي موجوده في الاقليم الشرق الاوسط بتشارك في الاولمبيات العالميه بس في 16 لاعبه حسب ال 16 رياضه. بالظبط كده. بالظبط. فاحنا بقى دورنا الفتره الجايه ان احنا نزود ال 16 دول نخليهم 24، وده طبعا بيحتاج مجهود غير عادي. ليه؟ لان اول واحد بتبتدي بيه المدرب. المدرب مش معنى المدرب حاصل على التربيه الرياضيه معناها انه جاهز انه يدرب. لا، المدرب
لازم يكون مؤهل ازاي يتعامل مع الولاد. مش اي حد يعرف يتعامل معاهم. يعني ممكن يبقى دارس تربيه رياضيه وعلى اعلى مستوى وكل حاجه وعامل دراسات التعامل بالظبط. فتصور حضرتك الدكتور بتاعه لازم تؤهله، لان الولد بيخاف وبيطلع يجري منه. يعني في تصرفات بتاعه الاطفال صح، فكل الكلام ده لازم يدرس. الاسره لما بيروح البيت النهارده انا ممكن احط له سيستم غذائي ويروح البيت يعملوا له اكل تاني يبوظ الدنيا يعني. فكله لازم يتجهز، الاسره تتجهز، المدرب يتجهز، ما بتسيبوش الهفوه. حاجه يعني بصراحه دي حقيقه حاجه صعبه جدا يعني. وطبعا اقل واحد اهميه عشان برضه نتكلم بامانه هو الرئيس الاقليمي اللي قاعد قدامك ده، لانه الاهميه بتبدا من المدرب. مدرب تطلع لرئيس المنطقه، بس الفكره حضرتك حطيت استراتيجيه في قاعده موجوده بس بالظبط. بس هو اهم واحد المدرب ده، راجل مع الاولاد كل يوم، هو اللي فعلا بيقوم بالدور. وبعدين بتطلع بعد كده رئيس منطقه، وبعدين تطلع لمدير وطني، وبعدين تطلع لرئيس برنامج، وبعدين مدير رئيس اقليمي او مدير اقليمي الاول للرياضه من الرياضات، وبعدين رئيس اقليمي. تمام. يعني عبال ما توصل لي هتكون نسيت يعني. لا لا خالص. بس حضرتك بس انا عايز انوه وانت حضرتك معايا، ده دلوقتي توقيت او خروج لاعبي النادي الاهلي من الملعب الفرعي في تونس بعد انتهاء اول مران للنادي الاهلي هناك في تونس استعدادا لمباراه العوده امام الترجي التونسي في اياب الدور النهائي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. قدامنا في الصوره باتريس كارتيرون والجهاز المعاون واللاعبين بعد انتهاء اول تدريب رسمي لفريق النادي الاهلي. شايفين كمان قدام الحافله الخاصه والباص الخاص بفريق النادي الاهلي الشرطه التونسيه والقيادات الامنيه، بالتاكيد تامين كامل لبعثه النادي الاهلي في تونس في تنسيق كبير جدا بين الدولتين وعلى المستوى الرياضي كمان لخروج هذه المباراه بشكل مشرف، لانه في النهايه عرس عربي كبير جدا للقاره الافريقيه، مباراه بين الكبيرين الاهلي والترجي التونسي. نتمنى يا رب كمان يكون الجهاز الفني استفاد النهارده باول تدريب ليه، والجهاز الفني تعامل على انه كمان يسافر تونس قبل المباراه باربعه ايام عشان يحضر بشكل جيد، واللعيبه تدخل في الاجواء بشكل ممتاز قبل هذه المباراه الهامه جدا. طبيعي بعد انتهاء التدريب الاول الفريق خلاص اهو في هذه اللحظات عائد الى مقر الاقامه، بيستعد ان شاء الله ان احتمال يكون في استشفاء داخل فندق الاقامه، تناول وجبه العشاء، البروجرام بقى الخاص والبرنامج الخاص بالفريق هيتم تحضيره بعد هذا التدريب من قبل الجهاز الفني مع الجهاز الاداري عشان يحضروا الايام القادمه، مواعيد الفطار والغداء والعشاء ومواعيد التدريبات والاماكن اللي هيبقى يتدرب فيها الفريق، وكمان جزئيه مهمه المحاضرات الرئيسيه والمحاضرات النظريه اللي هيعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين، ويمكن غالبا هتبدا من بكره ان شاء الله من يوم الاربعاء ثم تستمر الخميس والجمعه ان شاء الله ميعاد المباراه. نتمنى التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني يوصل للشكل والطريقه اللي يقدر يؤدي بها هذه المباراه، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله قادر على العوده من تونس بانتصار ويفرح كل جماهيره، مش في مصر بس، لا في مصر وفي الوطن العربي وفي القاره الافريقيه. باشمهندس ايمن عبد الوهاب يعني رئيس الاقليمي، احنا بنتكلم يعني قدر الامكان في الموضوع الخاص بحضرتك، لكن في نفس الوقت برضه بنلقي دول ان احنا على مدار اليوم وبعدين الكوره برضه هي المهم يعني. يعني هنقول ايه، لازم الكوره تبقى واخده الوضع بتاعها. تتوقع ايه للمباراه؟ والله كنتيجه يعني كشكل المباراه كشكل المباراه انا مش يعني مش مطمن قوي. اتمنى بس ان احنا زي ما بقول لك كده الناس تاخد بالها، لان مش مطمن قوي ان يبقى في حساسيه شويه، فاتمنى ان دي ما تكونش موجوده. لو دي ما كانتش موجوده انا يا خيالي ان شاء الله مش موجوده باذن الله، انا يا خيالي ان احصل تعادل، بس تعادل بقى كام مش مهم كام تعادل ده. ما انا بقول لك انا عندي احساس لان فعلا الفرقتين كويسين يعني، الفرقتين اكبر فرقتين في القاره الافريقيه لا وحالتهم كويسه يعني. ويوم ما اتفرجنا عليهم الاثنين قفلوا على بعض لدرجه ان احنا ما استمتعناش بالماتش على فكره. يعني هم كانوا قافلين على بعض جامد جدا يعني. حضرتك بص للثلاث اجوان من الاربعه بنالتيز ضربات جزاء، حتى الجون التونسي يعني. فانت حضرتك يبقى النهارده معناها ان الماتش مقفول جدا، يعني لا فرقتين جامدين ان شاء الله خير باذن الله. انا متفائل على المستوى الشخصي، متفائل خير انا ان شاء الله يعني. لازم نتفائل دايما يعني ان شاء الله. تفعلوا بالخير تجدوه. وانا شفت الكابتن الخطيب بتهيألي موجود هناك. رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب متواجد كرئيس البعثه، متواجد من بدري يعني مش بالفعل. مش وباقي اعضاء مجلس الاداره يعني. المعالي الوزير العامري فاروق متواجد، الاستاذ خالد الدرندالي، الاستاذ خالد البرتاجي، دكتور سراج، الاستاذ الجرحي، الاستاذ طارق انديل كمان كرئيس لبعثه تنس الطاوله في تونس متواجد قبل سفر الاهلي بثلاثه ايام. في حاله جيده يعني. لا الكل ان شاء الله قريب من الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله هيدعم الفرقه يعني باذن الله ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم على الاولمبيات الخاص اكيد في دورات كتير تم تنظيمها. ايه افضل دوره تم تنظيمها في الاولمبيات الخاص؟ ما هو دي جذبت انتباه حضرتك. ده سؤال دايما انا يعني بحاول ابعد عنه. ليه؟ لانه افضل من اي ناحيه.
لا انا النهارده مثلا لو دوله زي موريتانيا استضافت العاب ما اقدرش احاسبها في تقييمي زي ما حاسب مثلا مصر استضافت العاب صح لان دوله امكانياتها. السؤال هنا هل الدوله بذلت اقصى ما في وسعها في ظل امكانياتها اهتمت بالتنظيم بالظبط كده. فمن الدول دي بقى اللي نقدر نقول فعلا نجحت كانت نجاح رهيب كانت وباخدها دايما مثال كانت دبلن في ايرلندا 2003. ليه؟ ايرلندا دي كلها على بعضيها 3 مليون شخص وهذه الالعاب بتستضيف زي ما قلت لحضرتك 10,000 تقريبا البعثات الرسميه وحط عليهم على الاقل انت عارف دبلن بقى في وسط اوروبا حط عليهم على الاقل كانوا 100,000 هناك ناس ظاهرين في وسط البلد بالظبط. الالعاب دي نجحت ليه؟ 35,000 متطوع. 35,000 متطوع ده رقم كبير جدا لدوله حجمها 3 مليون يعني 35,000 احنا لما نقول في مصر ماشي طبيعي 100 مليون 35,000 ده كلام بسيط جدا يعني انما في ايرلندا عدد غير عادي ده عكس مدى الاهتمام بالظبط. فهل النهارده اقدر اقول ان ايرلندا نجح؟ اه نجحت بكل المقاييس كانت العاب غير عاديه. ما نقدرش بقى نقول الصين طبعا لما نظمت 2007 بعديها على طول طبعا مذهله برضو لان بس الصين بحجم الشعب الشعب بالظبط. فانا بقول في ظل يعني دايما لما نقيم نقول في ظل امكانيات هذه الدوله. عشان كده لما يجوا حتى مثلا يقعدوا معايا يعني مسؤولين في الدول مش عايزين نقول ان هم قيادات الدول لان دي حقيقه فعلا احنا وصلنا لقيادات الدول في هذا المجال لما بيقعدوا يسالوا والله يا باشمهندس قول لنا كده احنا وضعنا ايه يعني احنا احسن برنامج في المنطقه ولا لا كل واحد عايز اقول لهم لا ما فيش حاجه اسمها احسن برنامج لانه احسن برنامج ده بناء على امكانياتك. فحته المقارنه دي مش موجوده انما كل دوله تقيس امكانياتها ايه وتقيس انجازاتها ايه وتقدر تقول ده برنامج امكانياتها المتاحه بالظبط ده ناجح ولا مش ناجح. طيب انا عايز اتكلم اكتر على الملف الاماراتي نجاح ابو ظبي في استضافه الالعاب العالميه الصيفيه استضافته يعني حركة ليك دور كبير في هذا الملف بس الكواليس استضافته ازاي وفي نفس الوقت ايه العقبات اللي ممكن تواجهها؟ بص موضوع ملف ابو ظبي ده ما كانش سهل خالص لان انا تقدمت طبعا مش هقول انا تقدمت بمين انما انا تقدمت 2011 باستضافه 2011 كانت المحاوله الاولى بدوله اخرى وما نجحناش يعني خسرنا قدام اليونان اللي هي اليونان فازت ب 2011 عندنا 2019 انا كنت زي ما بتقول ايه ناوي يعني يا هتيجي يا هتيجي لانه خلاص دي المحاوله الاخيره في ظل حتى على الاقل الاربع مدد اللي انا كنت موجود فيها فكان الخيار ما بين دولتين بصراحه للامانه من وجهه نظري دوله زي مصر بامكانياتها البشريه لان ما فيش احنا محتاجين لنا 35,000 متطوع ومحتاجين فوقيهم مثلا على الاقل 50-60,000 جمهور في كل ماتش يعني انت الدوله عندك بشريه هتلاقي ده في مصر طاقه بشريه بالظبط. والامارات بصفتها عندها الامكانيات والبنيه التحتيه الغير عاديه برضو عشان نكون منصفين. فظروف مصر حضرتك طبعا عارف ظروف مصر كنا لازم نتقدم في 2014 وحضرتك طبعا عارف 2014 كانت الظروف عامله ازاي. ما ينفعش النهارده نيجي نقول والله الدوله تلتزم وتعمل خطاب ضمان والكلام اللي مطلوب كاجراءات دوليه اي اجراءات لتنظيم اي حدث رياضي كبير فاتجهت فعلا للامارات واتجهت للشيخ محمد بن زايد وقلنا يا جماعه ادي فرصه ادرسوها وقولوا لنا رايكم ايه. انا طبعا صراع كبير جدا لان كل رئيس اقليمي بيحاول يجيب دوله يفوز بيها. الاستجابه كانت سريعه جدا من الشيخ محمد بن زايد. الملف كان مذهل بصراحه حاجه يعني اللي هو عارف حضرتك لما تقول لك مثلا احلام سعادتك اوامر هي احلام سعادتك اوامر كله اتنفذ على ارض الواقع كله موجود اوريدي مفيش حاجه هتتبني مفيش حاجه في الدوله هتتبني خالص كله مبني هي الامكانيات لك بصراحه الامارات عندها افضل زائد حضرتك يعني هم طبعا كدوله مش كبيره ما عندهاش القريه الاولمبيه مثلا عشان تستضيف ال 10,000 اللي هيقعدوا فتصور حضرتك انا بقعد 10,000 في اوتيلات 5 ستارز فمين هيعمل كده؟ القريات الاولمبيه خارجا يعني خارجيا ما فيهاش نفس الامكانيات 5 ستارز الفنادق والاوتيلات ما فيش القريه الاولمبيه لسه تستوعب هذا العدد 10,000 في الامارات لسه الملاعب تستوعب انما قريه اولمبيه للاقامه تصور حضرتك لما قعد 10,000 في اوتيلات فده اللي هو احلام سعادتك اوامر رسمي يعني ان احنا نقعد في اوتيلات 5 ستارز يعني مش سهله يعني. طيب
الفوز ابو ظبي بعد ما تقدمت بالملف كله. حضرتك لك ان تخيل تطلب دبي استضافه جزء من الالعاب. شوف بقى احنا وصلنا لايه عشان يبقى في امارتين. يبقى في امارتين. فدرسنا الموضوع مع اللجنه المنظمه واتفقنا ان هم هياخدوا رياضتين بس، واخدين اكبر رياضتين، واخدين السباحه والعاب القوى، ودول يمثلوا حوالي تلت العدد اللي رايح. دول هيبقوا في دبي. هيبقوا في دبي، يعني 3000 من ال 10000 تقريبا هيكونوا في دبي، وال 7000 في ابو ظبي. برضه ستيل الرقم كبير جدا بالنسبه للامارات يعني. فانما بصراحه عاملين ملف حاجه مذهله، امكانيات غير عاديه. الشيخ محمد بن زايد سواء كان في ابو ظبي او الشيخ محمد بن راشد في دبي قال لك يعني اللي مطلوب يتعمل وزياده. المقارنة أو الإقليم الخاص التاني بقى في أوروبا أو في أمريكا، كانت المنافسة إزاي؟ ما هو إحنا بقى عندنا مشكلة في الأولمبياد الخاص، نحن نقدرش ليه؟ ما نقدرش نتكلم على الدول المنافسة اللي دخلت بملفات وما فازتش. ليه؟ ولا حتى نعرف أسامي الدول؟ ما نقدرش. ليه بقى؟ ده بروتوكول. بروتوكول ليه؟ حضرتك إحنا حاجة إنسانية وللمعاقين فكريا. طبعا. وأنت جاي تمدلي إيدك وبتقول لي أنا هستضيف لك ألعاب عالمية. المعنى وصل. خلاص مش معقول اطلع تاني يوم اقول انك خسرت. خسرت صح ولا ايه؟ أيوه. الموضوع بيبقى سري للغايه. الدول المتقدمه في حاله سريه، الحاجه الوحيده اللي بيتم الاعلان عنها الدوله الفائزه، ولا حد يعرف مين كان متقدم. يعني هم حتى الدول المتقدمين ما يعرفوش مين الدول اللي كانت ضدهم. اللي كانت ضدهم فيها سريه تامه تماما. تصويت مجلس اداره ملوش اي تواجد، الا بقى لو حد من مجلس اداره قال لدوله من الدول يعني. انما ده ما بيحصلش، لان عمليه خطيره جدا. انت حضرتك واحد جاي تمدلي ايدك، انا مش جاي بقول لك هستضيف كاس كره القدم عشان هستفيد منك، لا، ده انا جاي مديلك ايدي وبقول لك انا كدوله هعمل لك الالعاب العالميه، لانه مش 100% مش هيكسب نفس المكاسب بتاعه الكوره يعني. اختلاف نسبة، اختلاف نسبة كبير. يعني هو تقدم اليد الخير، مش معقول هنطلع نقول له انت خسرت ونعمل له. لا كويس حضرتك شرحت فضيحة. المعنى، لان بالظبط حضرتك بتقول تفاصيل هي صغيره جدا لكن فيها معاني كبيره. بالظبط. وعلى فكره انا مطبق الحكايه دي على مستوى الاقليم برضه، يعني الدوله اللي بتتقدم على مستوى الاقليم الدوله اللي بتفوز بس اللي بنعلن عنها. نفس الاستراتيجيه. نفس الاستراتيجيه. يعني مش معقول الناس جايه تقول لنا مثلا اصل احنا كمان في الاقليم عندنا ايه؟ عندنا لالا سميه في المغرب، الامير رعد بن زيد في الاردن، الشيخ محمد بن زيد، يعني الرئيس ان هو عبد الفتاح السيسي بنفسه مهتم بالموضوع. مش معقول هيجي يتقدم بملف ونقول له تاني يوم انت خسرت في الجرايد، مش كده ولا ايه؟ صح طبعا. يعني صح. طيب وانا بتكلم في تاسيس الحركه، يمكن بمر في الايام القليله الماضيه بالاحتفال اليوبيلي الذهبي مرور 50 عام. ايوه بالظبط. في المناسبه دي انسات مصر فازوا بالميداليه البرونزيه في كاس العالم لكره القدم في شيكاغو. ايوه. يعني لك ايه وتعليقك على هذا الموضوع؟ والله احنا كان كاس العالم ده كان اول كاس عالم في كره القدم، لان احنا ابتدينا نحط استراتيجيه جديده دلوقتي ان احنا ما نكتفيش بالالعاب اللي بتبقى فيها كل الرياضات. لا، هنعمل السنجل سبورت اللي هي كاس عالم كره قدم، كاس عالم تنس، وهكذا. فشيكاغو طلبت استضافة الكاس العالم على هامش احتفالها، لأن أول ألعاب عالمية أقيمت في شيكاغو، فهم قال لك نحتفل عندنا وتعملوا الاحتفال عندنا. فكان في الكاس العالم ده مكون من 16 فريق في الرجال، دول اللي وصلوا التصفيات النهائية دور 16، وثمان فرق اللي وصلوا دور الثمانية في السيدات. طبعا أنا احنا ابتدينا في المنطقة هنا كرة القدم للبنات يمكن اواخر عام 2016. اواخر عام 2016؟ في المنطقة كلها. فكانت اول تصفيات اللي وصلت الفرقة اللي راحت من دور الثمانية كانت ما بين مصر وتونس والامارات، وكسبت مصر المجموعة. المجموعة، ما هي مجموعة، كسبت المجموعة وراحت تمثل العالم بتاعنا العربي فيه. وفي اول مشاركه ميداليه برونزيه. واول مشاركه ميداليه برونزيه. انا جالي ذهول كمان المباراه اللي انا بقى لقيت ايه المجموعه فيها الهند والصين الهند والصين وكوريا. ليهم باع طويل. ها؟ ليهم باع طويل. كارثه. كارثه ولياقه بدنيه غير عاديه وتدريب عالي جدا. انت لسه مجهز. تفاجئ بقى بيكسبوا 5-0. وبيكسبوا 3-0. ايه ده؟ فطبعا الولاد فعلا شرفونا. هم عيني جم طبعا في قبل النهائي كانوا مع البرازيل.
ملوك اللعبة. اه بالظبط. والبرازيل انت عارف وما ادراك عن البرازيل يعني. بس والله خسروا بشرف جدا، كانت 4-2 يعني. ماتش كان دي نتيجه ممتازه. كان ماتش كويس جدا يعني. يمكن برضو كان فيها ظلم شويه تحكيمي فوتناها، لان برضو انت خد بالك احنا مش برضو الميداليه مش هي الاساس. بس هي في نقطه هو الظلم التحكيمي ممكن يكون في الالعاب دي. ما هو بيبقى خطا تحكيمي، هو مش قاصد يعني. ما احنا برضه خد بالك الناس بتلوم مثلا الراجل اللي هو الحكم بتاع الاهلي والترجي، ده خطا يعني. وكلنا معرضين للخطا يعني. هو شايف الموضوع من وجهه نظر، ويمكن حتى الفار شايفها من وجهه نظر تاني. خد بال حضرتك انه هو وقفته في الملعب بتحكمه برضه. صح. ويمكن الفار مش مصور الزاويه دي خالص. صح. يعني انا خيالي، انا لما انا بصيت على البنالتي الاولانيه، في معرفش هل هو ده هيبقى صح ولا لا، بس انا مقتنع ان الفخذ الشمال لحارس المرمى في ضربه الجزاء الاولى هو اللي عرقل، مش اليمين ومش اليد. خلاص، حركه الكاميرا كمان ممكن. فهل النهارده هو واقف ورا ازاره وشايف هذه الزاويه ولا مش شايفها؟ ولو كان غلطان، طب ما احنا كلنا بنغلط يعني. فنفس الحكايه هم مصر والبرازيل، لما بقول حضرتك في البتاع خلاص الراجل حكم حكسب لهم بينالتي، هد الولاد يعني بعد 2-2، هد البنات يعني اكشولي، وبقت 3-2. وطبعا خلاص بقى انت انهارت، فاخر دقيقه راحوا جايبين جون رابع كمان كده. ممكن نطبق الفار هناك برضو؟ والله مش بعيد، بس محتاجه بقى تكاليف رهيبه. ولو ان احنا برضو بيني وبينك المستوى التكاليف في كل العابنا رهيب يعني بيعدي الارقام اللي ممكن اي حد يتخيلها او ما يتخيلهاش يعني. ارقام كبيره جدا على فكره عشان تبقى عارف. طيب انا هختم معاك حواري يعني. حد حضرتك مثال يعني. اتفضل. الالعاب الاقليميه، انا مش بقول العالميه، الاقليميه، الالعاب الاقليميه اللي اقيمت في ابو ظبي، حضرتك تكلفتها كانت كام؟ 90 مليون درهم، يعني 450 مليون جنيه. ليه؟ زي ما بقول لك مقعدين الولاد، يقول لك النهارده الولاد دول يعني يمكن في منهم ما بيقدروش مثلا ياكلوا لحمه يوميا. ما يقدروش يعني، ما عندهمش هذه الامكانيات، من عائلات بسيطه جدا. فتيجي تقعد الولاد دول في 5 ستارز هوتيل، يقول لك هو ده اللي يستحق، هو ده اللي تصرف عليه. ده اللي تصرف عليه. بالظبط. ليها معاني نفسيه مهمه جدا والله. جدا جدا. وهم على فكره بالذات يعني، يمكن قال زايد بصراحه يعني، انا يمكن الوالد كان في القوات المسلحه زمان ومن قيادات القوات المسلحة يعني، وكان دايما يقول الراجل ده عمل خير كتير لمصر، ودي حقيقة فعلا. لأن أنا لما تابعته، لا الناس دي عندهم إنسانية غير عادية، دي حقيقة يعني، بصرف النظر إيه العائد يعني. طيب بهذه المناسبة أختم حواري مع حضرتك، وأنا بتكلم على الألعاب الإقليمية الثامنة عام 2014، وده آخر سؤال في حوارنا. افتتاح السيد الرئيس فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لهذه المناسبة الألعاب الإقليمية الثامنة، رأيت الافتتاح ازاي وقوة الدفع من سيادة الرئيس؟ عمل نقلة رهيبة بقى. ليه؟ لأن أنا هقول لحضرتك، إحنا كنا ماشيين لغاية 2010 كل عامين بنعمل ألعاب إقليمية. فآخر ألعاب بتاعتنا، ويمكن كنا هناك في أكتوبر 2010 في دمشق في سوريا، وكانت طبعا برعاية السيدة أسماء الأسد، وحضرت الافتتاح كالعادة يعني. فجينا 2012 ما عرفناش نعمل الألعاب بتاعتنا طبعا، المنطقة منهارة. فقلنا والله هنعملها 2014. عارف حضرتك لما بتكون مثلا محتاج قبلة الحياة مرة أخرى للنشاط بتاعك، لأنه النشاط اتضر جامد جدا في خلال 4 سنين نتيجة للثورات وما يسمى بالربيع والكارثة، وهو خريف ولا ربيع ولا حاجة. فكانت النتيجة إن احنا بنتكلم على محتاجين قبلة حياة، محتاجين دولة. عشان كده أنا جبتها مصر، قلت النهارده احنا بايدينا هنشتغل، عشان خاطر ما يقولش بقى دوله تانية هتشتغل لنا، لا ده احنا عندنا ظروف لازم احنا بايدينا نشتغل وفي بلدنا. وكانتش العمليه امنيا ما كانتش حلوه قوي يعني، بس اكيد الدنيا برضو متقرب. ومع ذلك نجحنا، جبنا كل الدول شركة. تواجد الرئيس طبعا كان عن طريق مكالمه تليفون مع منعم اللي هو لاعب الكره السله الشهير بتاع مصر، وقال له تعالى الافتتاح. فقال انت طبعا ما اعرفش انت تابعت البرنامج ده، كان مع الاستاذ اسامه. يمكن البرنامج اللي هو ادى الرئيس كده دفعه انه يفكر في الموضوع. يفكر في الموضوع. الولد قال له ايه؟ عندك حراسه؟
شوف بقى الولد بيفكر، قال له عندك حراسه؟ قال له اه. قال له طب خلاص يبقى هات الحراسه وتعالى بكره الافتتاح. فالمهم الرئيس طبعا كان عنده خلفيه عن هذا الموضوع، ويمكن احد لاعبين على فكره بيشتغل معاه في رئاسه الجمهوريه دلوقتي. يعني ما بنقولش بقى بتفاصيل، لان المفروض دي برضو اسرار بقى لما بيجي اقول لها انت ما تعلني انك انت ما في رئاسه الجمهوريه، تقول لي لا دي سريه عمل ما ينفعش. اكيد طبعا أكيد. فهو لا مهتم بالقضيه جدا أكيد. ومتابع، وحضوره طبعا زي ما بقول لك احنا كنا محتاجين قبله الحياه في النشاط نفسه، حضوره طبعا زود القبله قبلتين، جاءت من مصر ومن سياده الرئيس بالظبط كده. وبعدين رساله جامده جدا، انا اول حدث رياضي بحضره بعد 6 اشهر من كوني رئيس جمهوريه بحضر الاولمبياد الخاص، ما حضرتش كاس كره القدم ولا هاندبول ولا ليها معنى. مهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب خلال الفتره القادمه. ميرسي ليكوا جدا، انتوا اللي المفروض نشكركوا كاعلام، لان لا بالعكس يا فندم، انتوا اللي بتحطوا الضوء على القضيه بتاعتنا، واحنا من غيركوا هنشتغل ما حدش هيفهم احنا بنعمل ايه. التوعيه اهم حاجه في هذا الموضوع، فانا بحييكوا يعني. بالتوفيق دائما يا رب. شكرا. بشكر ضيفي على هذه الفقرة الهامة جدا، نتمنى لهم يا رب التوفيق خلال الفترة القادمة، لكن ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين والفقرة العالمية، والنهاردة اليوم الثلاثاء دوري أبطال أوروبا، عنده تفاصيل كثيرة وعنده نتائج دوريات الأوروبية المهمة جدا في هذه الفترة الهامة. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين.